أسعد الله مساكم متابعينا الكرام عبر شبكة غزة نيوز من شرق محافظة خان يونس. تغطية مستمرة لمسيرات العودة وكسر الحصار، يعني كما تشاهدون الآن جيش الاحتلال يقوم بإطلاق قنابل الغاز باتجاه الشبان المتظاهرين شرق محافظة خان يونس. بدأ توافد المواطنين المشاركين في مسيرات العودة في شرق المحافظة، يعني كما تبدو لكم المتابعة في هذه اللحظات تجمع عدد كبير من الشبان على الخط جكر في شرق المحافظة. صور يا عمي، كل الصور تلاقيه في الدار. لا هو مش فاضي صور.